تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام من ملعب الملك فهد من مركز التعليق. نتواجد مع حضراتكم، سعيد بصحبتكم اليوم في هذه المباراة، مباراة تبدو بأنها ستكون مثيرة، الكل يتطلع لهذه المواجهة، أتمنى بأن تكون الإثارة والندية حاضرة حتى نستمتع بهذه المباراة. هذه تشكيلة الهلال في مباراة اليوم. عبد الله المعيوب في حراسة المرمى، سالم الدوسري سيبدأ مع ماريجا في الجناحين، وفي الأمام راح يتواجد مهاجم وحيد في تشكيلة الفريق. أمال كبيرة لمشاهدة مباراة مثيرة مع ضربة البداية. الكرة بتتحول إلى رمية تماس. كرة في مكان خطير، يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. سالم الدوسري، كرة بينية فيها خطورة الآن، ضربة مرمى بعد ما كانت فرصة كبيرة جدا للتسجيل. مباراة الشباك، مر فيها عدى فيها، الله على المهارة. الحكم يعطي الأفضلية للهلال. سلمان الفرج، هذه هي الهدف الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى. يشوى يفتح المباراة على كل الاحتمالات، هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس، الله على البداية. نشوف اللقطة من جديد، شوف الكرة وين راحت، أسفل العارضة، حالف الحظ فيها قليلا والا كان ممكن ترتطم الكره ويضيع على فريق الهدف. اذا اول اهداف هذه المباراه مشاهدينا متابعينا، النتيجه 1-0 الان. لا نحتاج بأن نتحدث كثيرا عن الهلال، يكفي بأن نقول بأنه الزعيم، الموج الأزرق، هوامير الصحراء، زعيم السعودية وكبير آسيا، صاحب الأرقام القياسية والبطولات المحلية، النادي الذي لعب فيه سامي الجابر. يخترق ولدي المساحة، الله على التصدي، برافو حارس المرمى. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18، انتهت الخطورة وضاعت الكرة الركنية. يتغلب على الرقابة بشكل ممتاز، حلو التدخل واعتراض الكرة. توقع جيد في قطع الكرة، كيف راح يتصرف فيها؟ حارس المرمى بكل ثقة وكأنه يعرف بأن الكرة ستذهب خارج الشباك. بناء جيد لهذه الهجمة، هدوء كبير في الملعب وفي بناء الهجمة بالرغم من التأخر في النتيجة، لكن بناء غير منتهي هنا، كان في تباطؤ في لعب الكرة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. الدعم يأتي في هذه اللحظات،
باس ديمبي غوميز. اوهو تصدي خيالي من حارس خيالي. ركنية في المنتصف، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. ياسر الشهراني ولعب الشوت، هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تكن حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، ومن ثم الإنهاء الجميل جدا. تعرض لضغط كبير من الخصم لكنه عرف كيف يتخلص، عرف كيف يتصرف. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تمريرة عالية في منتهى الجمال، أي رؤية، أي دقة. دخول طاش في منطقة الجزاء، بيلعبها. شجاعة كبيرة من الدفاع، يتصدى للكرة. مرتدة ممكن تكون سريعة. فرصة كانت الهجمة مرتدة لكن ما استغلت بشكل مطلوب. كرة لا تمر، يا سلام على الدفاع. الهلال يهاجم الآن. تدخل شرعي واستخلاص الكرة بنزول في منطقة الجزاء. الحكم يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. بيهرب فيها من الرقابة، يا سلام على المهارة. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. أوهو في القائم، وأكمل طريقها إلى الشبك. هدف في هذه اللحظات، هدف يشعل المباراة في توقيت مثالي قبل نهاية الشوط الأول. يأتي هدف تقليص الفارق. الآن ستصبح الأمور أكثر سخونة في هذه اللحظات المتبقية وفي الشوط الثاني. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة 2-1. شوط أول بالنسبة له الآن عنده فرصة. شوط أول كان رائع بالنسبة للهلال، حان الدور على الشوط الثاني ليستمر في تقدمه. يقطع لعمق الملعب، حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. الوصول إلى المرمى، سلمان الفرج يفقد الكرة وضاعت عليه الفرصة. هنا في مكان خطير، بتهور كبير، تدخل في منطقة الجزاء. حكم يحتسب ركلة الجزاء بعد لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء. هل قد يأتي من دكة البدلاء؟ والمدرب يقرر القيام بالتغيير في محاولة العودة لهذا اللقاء. هل نشاهد التعادل من هذه الركلة؟ يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى. نشوف الهدف، نشوف كيف نفذ ركلة الجزاء. الكرة في جهة، الحارس في جهة أخرى. هكذا تكون ركلات الجزاء المثالية حقيقة. كرة بتعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. الله على النظرة. كانت
محاولة لعب الكرة على الطاير لكن لم تشكل أي تهديد على المرمى. هذه الكرات تحتاج إلى لاعبين بمهارات خاصة وفنيات عالية. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. التسلل يتدخل ويوقف الخطورة. كرة تلعب بشكل سليم، مرت ووصلت وكانت تبدو خطيرة لكن في النهاية قرار صحيح. ياسر الشهراني، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. يضرب الآن، تسديدة لا تمر. ضربة قوية في بعد الكرة. بلاسيوس، قد تكون هذه الفرصة. تصويب الآن، يوقف حارس المرمى. الإثارة كبيرة هنا مشاهدينا في هذا اللقاء. الأرقام توضح حقيقة هذه المباراة. كرة تضرب في يد اللاعب، الحكم يحتسب كرة ثابتة وخطأ. دفاع متأخر بدون ضغط مبكر. فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. ينطلق الآن نحو العمق. الفريق يخسر مشروع هجمة. مرتدة ممكن تكون سريعة. هدوء في بناء الهجمة، ما في استعجال، بناء منظم حتى الآن والبحث عن التقدم. تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى. أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة. في المرات القادمة لا بد من استغلال هذه الكرات. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. ممتاز نقل اللعب الآن في الأمام. ممكن نشوف هدف تقدم في لحظات قاتلة. مضغوط عليه، يستعيد الكرة بتدخل سليم. محمد كنو، مستحيل. كرة التقدم في آخر اللحظات. كرة لا يمكن بعد هذه الخصم أن يعود. هستيريا، جنون في الملعب. الله على هذا السيناريو. شوف كرة الهدف مرة أخرى. خطأ كبير من الدفاع، يفقدون الكرة في مكان مرفوض تماماً في هذه المنطقة. هدية على طبق من ذهب. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. الثلاث دقائق الأخيرة من عمر المباراة. عند الكرة الآن. تركيز كبير من حارس المرمى في اللقطة الماضية. محاولة كانت خاطئة لمخادعته وإرسال الكرة ساقطة من فوق الحارس. التمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. إمكانية الكرة العرضية، بيرسل الكرة في الخلف، تمتد إلى القائم. فرصة أخيرة لتعديل هذه النتيجة من الضربة الركنية. والآن تأتي صفرة نهاية المباراة وفوز أصحاب الأرض على ملعبهم وبين جماهيرهم. مباراة كانت صعبة وقريبة والفوز جاء مثيرا في اللحظات القاتلة من المباراة. الاحتفالات بهذا الفوز ستكون مثل الاحتفال بالفوز بالبطولات. ظهر بشكل ممتاز في مباراة اليوم، قدم عرض جيد وبذل مجهودات كبيرة كان لها دور كبير في تحقيق الفوز. سجل هدف الفوز الحاسم مع نهاية هذه المباراة بالوقت القاتل، ولن ينسى
ولن ينسوا هذه المباراة وتلك اللحظة بكل تأكيد.